بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم حبايبي ابطال جريد 5. النهارده ان شاء الله مكملين مع بعض شرح ليسون 4 كونسبت 2.1 يونت 2 من كتاب المعاصر بيج 154. يلا بينا نبدا. ما تنسوش لو اول مره تشوفوا قناتنا اشتركوا معانا في القناه وننزل نعمل لايك على الفيديو. Activity number 8 بعنوان models. models يعني ايه يا شباب؟ models يعني النماذج. look at the opposite picture then put true or false. زي ما احنا شايفين قدام مننا موديل للايرث بنسميه جلوب. جلوب يعني ايه؟ يعني الشكل المجسم بتاع الكرة الارضية بنسميه ايه؟ بنسميه جلوب. لو انت مسكت الشكل المجسم ده ولفيته كده بيبدأ يتحرك، في نفس الوقت هو واخد شكل كروي زي الكرة الأرضية بالظبط، ومتوزع عليه الأماكن بتاعة القارات، ومتوزع عليه الكونتريز الدول، دول العالم كله، ومتوزع عليه أماكن وجود المياه على سطح الكرة الأرضية. Number one, this model represents the moon. هل النموذج ده بيمثل المون؟ False طبعا، بيمثل الإيرث. Number two, this model help us see all of the land and water areas on the earth at once. هل النموذج ده بيساعدنا ان احنا نشوف مساحات المية على سطح الارض؟ ايوه، هتلفه كده تبدأ تشوف في قد ايه مية ومتوزعة على هيئة بحار ولا محيطات، وتقدر تشوف كمان القارات وتشوف دول العالم كلها في الموديل بتاع الارث اللي بنقول عليه الجلوب او الكرة الارضية. يبقى that's true. في الدرس بتاعنا بتاع النهاردة يا شباب هنتكلم على المودلز. مودلز يعني ايه؟ هنتكلم على النماذج. المفرد بتاعها اسمها مودل. قال لنا الديفينيشن بتاعها it's a copy that is similar to real thing، يعني هو بيكون نسخة شبيهة للأصل بالظبط. زي ما احنا قلنا الجلوب الكرة الأرضية اللي قدامنا بتكون نسخة مجسمة لشكل الكرة الأرضية بالظبط، وممثل عليها المحيطات والبحار والقارات بتاعة العالم والدول بتاعة العالم كلها. انت عشان تقدر تشوف الكرة الأرضية صعب ان انت تشوفها الا بقى لو ركبت صاروخ وطلعت فوق في الفضاء الخارجي وتبدأ تاخد صور للكرة الأرضية. فالعلماء عملوا القصة دي وركبوا الصاروخ وطلعوا وخدوا صور بالقمر الصناعي للكرة الأرضية، وبعد كده عشان يسهلوا لنا كلنا نشوف شكل الكرة الأرضية عامل ازاي، عملوا لنا نموذج ليها على شكل جلوب. Models help us understand things we cannot easily see. المودلز ده بيسهل لنا ان احنا نشوف الاشياء اللي صعب اللي انت تشوفها. انت عشان تشوف الكرة الارضية لازم تركب صاروخ وتطلع فوق في الفضاء الخارجي وتاخد صور للكرة الارضية. فالعلماء عملوا القصة دي وسهلوا هنا وجابوا هنا بشكل موديل. Models may be drawing. المودلز ده ممكن يكون عبارة عن رسمة، ممكن يكون عبارة عن object اشياء، ممكن تكون عبارة عن ideas فكرة that represent a real event اللي بتمثل الشيء الحقيقي اللي موجود في الواقع، او الاوبجكت او الاشياء الحقيقية او العمليات الحقيقية اللي موجودة في الطبيعة. زي ايه يا ولاد؟ زي مثلا المهندسين. المهندس لما يجي يبني كومباوند ويبدأ يقول انا هعمل فيه كذا عمارة وهعمل فيه مدرسة وهعمل فيه مستشفى وهعمل فيه مصنع او شركة، بيبدأوا يقولوا له اعمل لنا ماكيت، اعمل لنا ماكيت للمشروع او الكومباوند ده، بيمثل كل حاجة انت هتبنيه بحيث يبقى شكل مجسم صغير نشوف فيه شكل الكومباوند هيبقى عامل ازاي قبل ما نبدأ ان احنا نبنيه. فالشكل المجسم او الماكيت اللي المهندس بيعمله ده اللي بيمثل المباني وبيمثل المستشفيات والمدارس اللي هتكون موجودة في الكومباوند ده بنسميه ماكيت عند المهندسين، واحنا بنسميه في الساينس موديل. Number three, models look like, move like, work like what they copy. يعني الموديل ده لازم يكون زي الواقع بالظبط، يكون شكل الحقيقة. يعني انا هعمل موديل للإيرث، الإيرث عندي واخدة شكل سيركل يبقى انا هديله شكل سيركل. الإيرث بتتحرك يبقى لازم الموديل بتاعي ده زي ما يكون زي ما احنا شايفين الجلوب في الصورة، لو انا لفيته كده يتحرك، يبقى لازم يكون نسخة زي الأصل تماما.
ما ينفعش هجيب موديل للإرث وياخد مثلا شكل كيوب، مش هينفع. How do models help us look at big things؟ ازاي الموديل بيساعدنا نبص على الاشياء الكبيرة اللي حجمها كبير؟ Models can represent very big things in a smaller size. الموديل بيمثل لنا الاشياء اللي حجمها كبير بس في شكل صغير. Because it's hard to see them، لان انت صعب ان انت تشوف الاشياء اللي حجمها كبير جدا. Let's study two examples of models for very big things. يلا ندرس مثالين مع بعض للمودلز للاشياء الكبيره جدا. هندرس ايه يا اولاد؟ هندرس الاكزامبل نمبر 1 موديل للارث للارض، الاكزامبل نمبر 2 موديل للسولار سيستم النظام الشمسي. زي ما احنا شايفين في الصوره ده الموديل بتاع الارث اللي سميناه جلوب اللي هو الكره الارضيه. بيقول لنا we cannot see all of earth while we are standing on it because it's too big. انا مش هقدر اشوف كل الاشياء على سطح الارض وانا واقف عليها لان هي بتكون كبيرة جدا. فاحنا مثلنا الارث بشكل موديل سميناه جلوب. A globe represents a model of earth which shows that. الجلوب ده بقى بيمثل لنا الارث. هيورينا ايه الجلوب؟ اول حاجة هيورينا shape of the earth، شكلها دائري زي ما احنا شايفين كده. Number two، how much of earth is covered with water. ازاي ان تلات ارباع مساحة الارض مغطى بالووتر. اهو شوفوا مساحة قد ايه من الكرة الارضية عبارة عن ووتر. كل المساحة دي اللي معمولة باللون البلو ده عبارة عن ووتر. Number three، where different countries are located. فين الدول المختلفة؟ يقول لك هنا في أمريكا، هنا في مصر، هنا في أستراليا، هنا في السعودية، هنا في الكويت. يبقى دلوقتي الجلوب بيمثل لي الإرث بشكل افتراضي على هيئة ماكيت، بنسميه كلمة الموديل بتاع الإرث بنسميه كلمة جلوب. ده بيمثل لنا الشيب بتاع الإرث وكمية الووتر اللي موجودة على سطح الإرث ومكان الديفرنت كونتريز. يبقى ده اول موديل معانا للارث. تاني موديل معانا للسولار سيستم النظام الشمسي. اهو شايفين الصورة دي، دي بتمثل الموديل بتاع النظام الشمسي. Solar system is very big place that consists of many planets such as earth. النظام الشمسي بتاعنا بيكون كبير جدا جدا، بيمثل مجموعة كبيرة من الكواكب اللي من ضمنها الارث. Model of the solar system help us. الموديل بتاع السولار سيستم ده بقى هيساعدنا في ايه؟ هيساعدنا to see all planets at once. هنشوف البلانتس كلها في شكل مجسم صغير قدام عينينا. Number two, compare between planets. Which one is the biggest and which one is the closest to the earth. بنقدر نقارن ما بين البلانتس كلها، انهي بلانت بيكون كبير، انهي بلانت بيكون حجمه صغير، انهي بلانت بيكون قريب للارث وهكذا. يبقى انت بتبدا تقارن ما بين البلانتس عن طريق المودلز بتاع السولار سيستم. يبقى احنا دلوقتي يا شباب استخدمنا المودلز عشان نشوف البيج ثينجز الاشياء الكبيره زي الارث وزي السولار سيستم. تعالوا بقى نعمل العكس، نستخدم المودلز عشان نشوف السمول ثينجز. الجزء الثاني اللي احنا هنستخدم فيه المودلز عشان نشوف السمول ثينجز. How do models help us look at small things؟ ازاي المودلز بيساعدنا نشوف الاشياء الصغيرة زي ايه؟ زي الجيرمس الجراثيم. Models can represent very tiny things in a bigger size. المودلز بيقدر يمثل لنا الاشياء اللي حجمها صغير جدا بحجم كبير. Because it's hard to see them such as germs. لان صعب اللي انت تشوفها الا باستخدام الميكروسكوب زي الجيرمس الجراثيم. ده طبعا الشكل اللي قدامنا ده مودلز للجيرمس. اهو عملوا بشكل مجسم بيوريك شكل الجيرمس عبارة عن ايه وبيوريك المكونات الداخلية كمان بتاعة الجيرمس. Germs are spread around us which make us sick. الجيرمس الجراثيم بتنتشر حوالين مننا وده اللي بيؤدي الى السيك، ان الانسان يعيا او يمرض. And we can only see them with a microscope. وانا ما اقدرش اشوف الجرم
إلا عن طريق الميكروسكوب، فلذلك إحنا عملنا موديل عشان يسهل لنا القصة دي. طيب الموديل بتاع الجرم ده هيساعدنا في إيه؟ نمبر 1 هيساعدنا to see the shape of the germ، هنشوف شكل الجرم وزاوية مايكروسكوب. سي أنا مثلا مدرسة وأنا عايزة أوري الطلبة بتوعي شكل الجرم under the microscope، والفصل مثلا فيه 25 طالب، هل أنا هجيب ال 25 طالب واحد واحد أخليه يبص تحت الميكروسكوب عشان يشوف شكل الجرم عامل إزاي؟ لا طبعا، حاجة صعبة جدا وهناخد وقت طويل. لذلك أنا لما هعمل موديل أو شكل مجسم للجرم هوريه الشكل بتاع الجرم وهوريه المحتويات الداخلية بتاعته وهوريه الفلاجيلا زي ما احنا شايفين الأهداب الصغيرة اللي بيتحرك بيها دي، أو بنسميها السيليا اللي بيتحرك بيها دي، فهوريه كل التفاصيل بشكل موديل مجسم يبقى موجود قدامنا على التيبل كل الطلبة يشوفوه بسهولة. طيب تاني هيلب بيساعدنا لإيه؟ see different parts of germs، بيساعدنا نشوف الأجزاء المختلفة بتاعة الجيرمس، which help them spread، اللي بتساعده إن هو ينتشر من شخص لشخص آخر، زي ما احنا شايفين الشكل بتاعه والمكونات الداخلية بتاعته والسيليا أهي، السيليا الخارجية دي اللي هو بيقدر يتحرك بيها. Models help us understand how things work، المودلز كمان بتساعدنا في ايه؟ بتساعدنا ازاي نفهم ان الاشياء بتتحرك. يعني مثلا هنا قدام مننا اهو ولد عمل مودلز لشكل الفولكانو، شكل البركان. A model of volcano show us the shape of a volcano، المودلز ده ساعدنا ان احنا نشوف شكل الفولكانو اللي هو البركان. Number 2 how the liquid that comes out of volcano during a real eruption، ازاي الليكويد، الليكويد طبعا اللي بيخرج في حالة انفجار البركان real eruption يعني انفجار حقيقي للفولكانو، يبقى البركان يا ولاد اللي هو اسمه فولكانو بيخرج لنا ليكويد لما بيحصل له عملية eruption. طب الليكويد ده عبارة عن ايه؟ الليكويد بنسميه لافا، اللي هو عبارة عن melting metals، معادن بتكون منصهرة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة العالية جدا في باطن الأرض، فمجرد بيحصل فولكانو إيربشن الليكويد أو اللافا ده بيبدأ يخرج زي ما احنا شايفين في الصورة أهو، بيبدأ يخرج من البركان لما بيحصل إيربشن، وبتخرج كل المعادن المنصهرة اللي كانت موجودة في داخل باطن الأرض اللي احنا بنقول عليها اللافا. طيب نقدر نعمل موديل كمان لإيه؟ نقدر نعمل موديل للإيربلين، الإيربلين الطيارة، بتبص تلاقي كل شركات الطيران حاطين الموديل بتاع الإيربلين اللي هي الطائرة بالشكل ده في كل شركات السياحة ومكاتب حجز تذاكر الطيران. A model of an aeroplane show us how it flies up into the air، بتورينا إزاي هي بتقدر تطير في الهواء. From the previous explanation it's clear that model help us، احنا دلوقتي من الشرح اللي قلناه ده بيتضح لينا ان المودلز بتساعدنا على ايه؟ بتساعدنا to teach something about the real things they copy، ان احنا نتعلم اشياء حقيقية عن طريق المودل اللي هو النسخة من الشيء الحقيقي. Number 2 see and understand how things work، نشوف ونفهم ازاي الاشياء دي بتتحرك. Number 3 learn about many things at just the right size، نتعلم حاجات كتير كتير عن الأشياء اللي بتاخد شكل مجسم للشيء الحقيقي. Number 4 know what we could not otherwise see، نشوف ونتعلم أشياء عن الحاجات اللي أنا ما أقدرش أشوفها في الواقع. تعالوا نعمل check your understand. Number 1 the globe shows where different countries are located، الجلوب اللي هو الشكل المجسم بتاع الكرة الأرضية بيورينا فين الكونتريز بيكون موجودة. That's true. Number 2 to study germs we need to bring model of them in big suitable size، أنا عشان أدرس الجراثيم محتاجة أن أنا أشوف موديل بحجم كبير ومناسب ليها. That's true. يلا بينا نكمل activity number 9 مع بعض. يلا بينا نكمل
اكتيفيتي نمبر 9 ده بقى سهل ولذيذ جدا جدا، مفهوش اي صعوبة، عبارة عن تكرار للكلام اللي احنا قلناه قبل كده. بيتكلم على المودلينج ستيت اوف ماتر، يعني هو عايز يعمل موديل لحالات المادة. In this activity we will observe three models that show the arrangement of particles in each state of matter. في النموذج ده اللي احنا هنعمله هنشوف الثلاث حالات بتاعت المطر على شكل موديل بتمثل لي البارتيكلز بتاعت المطر. ايه هي التولز بتاعتي؟ زي ما احنا شايفين يا ولاد، اول واحدة دي موديل اوف سوليد ستيت، تاني واحدة موديل اوف ليكويد ستيت، تالت واحدة موديل اوف جاز ستيت. عشان يعمل المودلز دي عمل ايه؟ جاب مجموعة من البيدز، البيدز معناها حبات الخرز اللي احنا بنحطه على الفساتين، يبقى جبنا مجموعة من البيدز وجبنا جلو يعني لاصق وجبنا كارد بورد يعني قطعة من الكرتون، وبدأت ان انا امثل عن طريق ترتيب البارتيكلز دي او الحبات بتاعة الخرز دي امثل الثري ستيت اوف ماتر. يبقى بيدز فيكسد باي جلو اون ثري بيسز اوف كارد بورد which represent the different arrangement of particles in each state of matter. جبنا قطعة الكرتون وبدأنا نرص حبات البيدز فوقيها عشان نمثل solid state of matter. طبعا في أول فيجر ده solid state، فاحنا عملنا ايه؟ حطينا الحبات بتاعة الخرز دي أو البيدز دي كلهم closed يعني ملتصقين لبعض تماما عشان يمثلوا solid state of matter. طيب في تاني حالة الليكويد ستيت، لا حطينا هنا حباية وبدأنا ان احنا نوزع البيتز دي في مناطق مختلفة عشان تمثل الليكويد ستيت اوف ماتر. في تالت واحدة حطينا البيتز دي بس على بعد مسافات كبيرة اهي زي ما احنا شايفين عشان تمثل الجاز ستيت اوف ماتر. الستيب Observe the three models of three states of matter and the arrangement of particles in each state. بيقول لك شوف المودلز بتاعت ال three states of matter. تمام. ال observation بتاعتنا الملحوظة اللي احنا شفناها. Number one. Model of solid بيحصل فيها ايه؟ الشكل بتاع السوليد اللي هو اول واحد. البيدز are close together. حبات الخرز دي بتكون قريبة جنب بعضها تماما. and arranged in regular pattern يعني كمان مترتبة بشكل منتظم. يبقى solid بيحصل فيه ان البارتكلز بتكون closed together and arranged in regular pattern. number two الليكويد، الليكويد البيدز are little too far from each other يعني بتكون بعيدة عن بعضها شوية. and not arranged in a pattern يعني ما بتكونش مرتبة. طيب number 3 الجاز اللي بيحصل فيه البيدز are so far from each other، حبات بتكون بعيدة عن بعضها تماما. and not arranged in a pattern وما بتكونش مرتبة في النموذج. يبقى الوحيد اللي بيكون مرتب في السوليد. يبقى الconclusion بتاعنا اللي احنا استنتجناه من الموديل ده، الموديل اوف سوليد زي هاف ريجولار باترن، بتكون مرتبه باحكام زي ما احنا قلنا اهي البارتكلز بتكون مرتبه كلها جنب بعضها بالشكل ده في حاله السوليد. تمام. الموديل اوف ليكويد زي هاف راندوم ارنجمنت يعني نوت ويل اورجانيزد، بتكون بقى راندوم يعني واحده هنا واحده في اخر الدنيا هنا واحده هنا ده في الليكويد. طب الجاز زي هاف ا راندوم ارنجمنت not organized at all، برضو بتكون موزعة توزيع بس توزيع عشوائي، واحدة هنا واحدة في آخر الدنيا هنا واحدة في آخر الدنيا هنا، ده بالنسبة للجاز. يبقى solid بيكون regular pattern أو organized، بينما الليكويد والجاز بتكون not organized. تعالوا نعمل check your understand مع بعض. question number one، particles of gas matter are organized. هل particles بتاعت الجاز بتكون organized مرتبة بإحكام؟ no، الكلام ده في particles بتاع solid. number two، particles of solid matter are close together and have regular pattern. solid particles بتاعته بتكون قريبة من بعضها وبتاخد شكل نموذج منتظم. that's true، صح طبعا.
كده حبايبي نكون خلصنا شرح الدرس بتاع النهاردة. انتظرونا نحل الاكسرسايز مع بعض. لو عجبكم الفيديو اشتركوا معنا في القناة، ما تنسوش نعمل لايك على الفيديو. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.